أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام وقسد وأضرار مادية كبيرة نتيجة غارة بطائرة مسيرة تركية على حاجز مشترك لقسد والنظام في مدينة تل رفعت شمال حلب. تعزيزات عسكرية لفصائل الجيش الوطني السوري تصل إلى خطوط التماس مع قسد قرب مدينة تل رفعت شمال حلب في إطار الاستعدادات للعملية العسكرية التركية المرتقبة. الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني تختطف طفلة قاصر في مدينة القامشلي بريف الحسكة وغية تجنيدها في الحزب وفق موقع باس نيوز. قوات قسد تعتقل 3 سيدات خلال حملة مداهمات نفذتها في القطاع 6 من مخيم الهول بريف الحسكة. قوات النظام تطلق حملة تمشيط ضد تنظيم الدولة في بادية السويداء الجنوبية بمشاركة مسيرات روسية. الجيش الأوكراني يعلن انسحاب نظيره الروسي من منطقة إيفانيفكا في مقاطعة خيرسون بعد ضربات الأوكرانيين المتواصلة وفق بيان الجيش.